استني، ايه اكرم من سي حاجه؟ خش جوه. نهار اسود، ده اللي جابك هنا؟ ما بترديش عليا ليه؟ ليه بتهربي مني؟ عشان وعدت مراتك. مين مراتي دي؟ خلاص من بكره مش هتبقى مراتي، انت وبس اللي هتبقى مراتي. يو يا طارق، احنا مش اطفال، احنا ناس كبار لازم نفكر بعقلنا. انا خلاص، انا مش قادر افكر غير فيكي وبس. تبقى بتضيع وقت على الفاضي. اضيع وقت؟ هو علشان عايز اكمل حياتي مع واحده انا بحبها يبقى تضيع وقت؟ يا طارق، انت لو بجد بتحبني هتخاف عليا وهتخاف على علاقتي باولادي، مش هترضى ابدا ان انا اخسرهم لاي سبب. مش هيحصل، هو بس في الفتره الاولى وبعد كده هيفهموا ويقدروا. لا عايزاهم يفهموا ولا عايزاهم يقدروا، عايزك تمشي دلوقتي حالا قبل ما حد فيهم يجي يلاقيك وتبقى مشكله بجد. مشكله دي بس؟ هو انا طالب حاجه غلط ولا حرام؟ ده جواز على سنه الله ورسوله وفي العلن. انا بقى مش عايزه اتجوزك. قصدي ان انا قعدت تاني وفكرت واكتشفت ان انا غلطانه. مش عيب اني اغلط، لكن عيب اني اكمل في الغلط. لا يا شهير، حبنا عمره ما كان غلط. ده غلط من اوله لاخره. انا مش قادره اصدق ازاي سمحت لنفسي ان انا ادخلك حياتي. ازاي اديلك وقت من عمري واقعد اسمعك واسمع كلامك وانا على ذمة راجل تاني عمره ما زعلني، عمره ما كسر خاطري. انا كل ما بفتكر اللي عملته بحس قد ايه انا حقيره، انه فعلا ما كانش يستاهلني. بس انت كمان السبب. قعدت تزن على وداني، تزن 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 لغايه ما خلتني. كملي قوليها قوليها يا شهيره، لغايه ما خلتني احبك. عمري ما حبيتك. أمر اللي بينا ده كان ايه؟ تسليه؟ كنت بتسلى، كنت حاسه ان انا لوحدي وجوزي عيان واولادي مشغولين في حياتهم، قلت ما فيهاش حاجه، هسلي نفسي شويه. لا يا شهير، ما تضحكيش على نفسك، ده ربنا اراد ان جوزك يموت علشان نهار اسود. انت اللي كنت عامله حسابه، اكيد حد من الولاد. اخبيك فين؟ اوديك فين؟ خش جوه. طبعا هتفضل واقف، خش جوه بسرعه، اي اوضه من اللي جوه خش. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.